بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير إن شاء الله. إن شاء الله راكم لاباس ومتهنيين. نتمنى تكونوا كامل في أحسن حال إن شاء الله. ربي يجازي كل المؤمنين المحسنين في ولاية بسكرة، صفحة صفحة بسكرة، ومبادرات مبادرات أهل بسكرة، والمحسنين محسنين بسكرة، وكاين اللي خارج بسكرة نقول لهم بارك الله فيكم، ثبت الله أجركم في كل حاجة إن شاء الله تنوها، وتعاونوا بها المساكين هذه. اليوم الرابع من مبادرة لنا نام وإخواننا نجاعين، كما راكم تشوفوا اليوم التطوع جانا من جمعية خيرية في ولاية بسكرة، جمعية ناس الخير الولائية، بارك الله فيهم وربي ثبت أجرهم إن شاء الله ويعطيهم ما يتمنوا إن شاء الله. كما راكم تشوفوا الله يبارك دارنا خير كبير اليوم الحاج، يعطيه الصحة ربي يبارك له في أهله وماله الحاج. حموز الشيخ حسام، قبل ما نهضروا على المبادرة نشكر الناس المحسنين اللي يتعاون فينا في مغسلة البخاري، نشكر الناس اللي كلمتنا باسكو البارح كنا نحتاجوا سيمي باش نجيبوا سلعة من عند انسان محسن، سلك واحد السلعه باش نجيبوها للمغسله تاع البخاري. نقولوا لهم بارك الله فيكم، الناس اللي كلمت كامل وتحيرت يعني الله يبارك، والله التليفون محبس من اللي درنا المنشور في صفحه اي لوف بسكرا باللي نحتاجوا سيمي، الله يبارك، بارك الله فيكم اللي جاي بسكرا، يعطيكم الصحه ويعطيكم ما تتمنوا ان شاء الله. فيما يخص العائله هذيك اللي حطيناها البارح، بعثت لنا ثاني كي شافت المبادره هذه، بعثت باللي والله ما عندهم واش ياكلوا، باذن الله ذوك تاها الفرج ان شاء الله، رانا درنا ستاتي عليها، رانا مدي لها الشيء اللي كتبه ربي. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. اليوم المبادره كما قلت لكم جات المبادره هذه التطوع اليوم من عند ناس جمعيه الخير الولائيه، صديق الصفحه، صديق الصفحه وصديقنا الحاج، ربي يحفظه الحاج بدري، بارك الله فيك وربي يعمر عليك ان شاء الله، كما راك تعاون في الناس ربي يعاونك ويعطيك ما تتمنى ان شاء الله. اليوم راه برد الحال خاوتي كما راكم تشوفوا، ما نكثروش عليكم الهضره بزاف، احنا رانا لازم قد الهضرة قد العمل. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. ساعد احنا هذا اللايف اللي نديروه كل يوم راهو باش نعتوا الناس للخير تاعهم وراهو يروح، وفي نفس الوقت باش يكون ديما كاين نداء متجدد، هذا النداء المتجدد هذا العائلات هذه المتضرره، الناس هذه اللي راهي معوزه، هي راهي اكثر منه أكبر. اكثر منه تذكير ونداءات، هو تشجيع على فعل مبادرات ممتازه نتفكروا فيها بعضنا. كما راني نقول لكم بارد الحال، والله غير ناس كاين ما يشاكل، والله كاين ناس مش داقه يعني غير الخبز برك، في نداءات جينا في الصفحه دوموندو غير الخبز، اعطونا الخبز برك، احنا الخير اهل الخير يعني كي نتعاونوا كيما هكا ما نشرح نضروا. انا اللي بارك الله فيك، العام اللي فات كنت تجي تقعد حتى نكملوا، اليوم تزوجت سنه ما عادش تقعد، روح روح بارك الله فيك، روح يعطيك الصحه. الشيخ كمل لنا ذوك النداء، راهو اليوم طوع لنا واحد. ربي يبارك الحاج بدري، ربي يبارك، ربي يثبت. نحتاجوا متطوعين ذوك اللي يطيبوا هما، اللي يديروا هما، اللي ما عندهمش واش يطيبوا نجيبوا لهم احنا يطيبوا، ونشوفوا يعني على الاقل نتعاونوا كل في الاجر هذا، نتعاونوا في الخير. اعطينا فتح لنا الوجبه تاع اليوم راهي متكامله قال الاخر، الله يبارك. كليت لي سلطه ها وشربه، شربه دائما كي. حاجه سخونه ديما كاينه، الله يبارك. معها الخبز والديسير والماء، هذيك هي حوايج اساسيه. هاي الله يبارك يعني. اليوم هاي الشربه، الله يبارك. يبارك. يبارك الله يبارك، الله يبارك. نعم دير لها الدفشه، دير لها الدفشه. روح عمي نجيب، واش نقول لك، روح عمي نجيب. ها هذه شربة دويدة، هذه عديتك شوية بك، باين ماكش طباخ حبيبتي. صحيت صحيت، يعطيك الصحة، بارك الله فيك سيف، بارك الله فيك يا شيخ. والله ريحتها ضربت بنينة يا ابن عمي. فرمي فرمي باش ما تبردش، فرمي فرمي يا حكيم، فرمي فرمي، سلطة نورمال معليش. والله انا نقول لكم حاجة فريدة، يعني راهو النداءات راهي تجينا من كل ولاية، اليوم كاين فيه استاذ من مروانه كلمنا من ولايه باتنا،
جماعة من مغير، يعني الناس كل عجبتهم المبادرة هذه ويشكروا في الناس الأهل المحسنين تاع بسكرة. احنا رانا غير سبة برا، احنا هذا هو العمل تاعنا بربي إن شاء الله، يعني هذا راهو لله في سبيل الله. كامل المجموعة اللي واقفة على المبادرة هذه نقول لهم بارك الله فيكم في هذا المنبر، يعطيكم الصحة، راكم شرفين ولاية بسكرة. أما فيما يخص العمل وأمور راهي تاع بسكرة ومحسنين بسكرة. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. خويا اللي في فرنسا ثاني مرحبا بك، تحب تعاون تحب تساهم، اللي عنده حبي يصدق على والديه، اللي حبي يعاون عنده نذر، اللي حبي يعاون اي حاجه مرحبا بكم. راه ما كانش كيما السقي وما كانش كيما الماكله في هذا الجو. بارك الله فيكم، ربي يعطيكم. نتمنوا رانا نستناكم تتصلوا بينا باش تطوعوا معنا. شيخ ما كان نداء اخر؟ نداء دائما نساعد، دائما في العمل الخيري. احنا ما عندنا حتى حاجه، احنا ماذا بينا خوتنا هذو المحتاجين ولا المعوزين هذو كل يكونوا في نعيم ان شاء الله. الحمد لله راه النداءات تاعنا ديما مستجابه، وان شاء الله يكثر الخير ويعمر الخير وربي يثبت اجر الجميع ان شاء الله. بارك الله فيك شيخ، نعطيكم الصحه قبل كامل المجموعه. ان شاء الله نتعاونوا بما فيه الخير للبلاد والعباد، ان شاء الله هم لا يجعله رياء. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. اللهم اشفي مرضانا وعافي مبتلانا ويهدينا الطريق الصواب ان شاء الله، ونصونوا الامانه هذه. بارك الله فيكم، ليله سعيده ان شاء الله. بارطاجيونا اللايف، تلقاونا غدوه ان شاء الله نفس الموعد، ديما واقفين وديما نتعاونوا. يعطيكم الصحه وليله سعيده والسلام عليكم.